السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لليوم عندنا كيفية اللي هي الصابغان أو بوافغان. إذن هذا الصابغان أو بوافغان هي اللي هي خبزة الفلفل. هذا الكيفية اقتصادية جدا لخطر ب 250 غرام نتاع اللحم أو 300 تقدري تديري كمية اللي تقدري اللي 8 تاع الناس حتى 10 تاع الناس. ان بلا اغراتان نتاع 8 حتى 10 تاع الناس. اذا هذا الكيفية نحضروا لها المقادير الاتيه اللي هي انتبهوا مليح. ناخذوا حبه ولا زوج تاع طوماطيح حسب الحجم نتاعهم. نقيوها نحيولها نشويوها عفوا ونقيوها ونقطعوها هكذا دي بتيدي كما راك تشوفي على الشاشه. نحطوا لها تقريبا كيلو نتاع الفلفل كذلك مشوي منقي ومقطع مورا قطع صغيره كما راك تشوفي كما نديروا الحميص كما نديروا الفلفل المشوي. نحطوا لها 250 حتى 300 غرام تاع اللحم مقطع صغير كانه كيما اللي نعملوه في الشوربه نقطعوا دي بتي دي صغار ويكون بلا بدون عظم هبره فقط طريف نتاع 250 غرام 300 غرام. نحطوا شويه نتاع الزعفران نحطوا لها كذلك ثلاث فلاق هكذا 2-3 غوص نتاع الثوم وست حبات بيض 5 حتى 6 حسب الكميه اللي نحطها 5 لكن البيض صغير نروحوا حتى 6 اذا كان الحبه تاع البيض كبيره 5 يكفيك. والان نبدا مباشره في طريقه التحضير. اذا قبل ما نبدا لازم نشوي الفلفل والطماطيش ونقطعهم كما راكم تشوفوا نقطع اللحم كذلك قطع صغيره كما كنت نقول. وهذاك الوقت ناخذ نبدا باللحم هو الاول نطيبوا اللحم. طيبوا اللحم ناخذ لابوال ها هي نحطها هنا ونحط اللحم اللي كنت قطعته قطع صغيره هكذا نحطه هنا هكذا نحط له الثوم عشي ها هو نحط له شويه نتاع الزعفران هكذا نحط له كذلك الملح ما نكثرش بزاف باسكو ما نعملولهاش الماء بزاف فالح ملح هكذا نحط كذلك شويه تاع فلفل مش بزاف. وبالنسبه للناس ولا ما كاش اطفال طبعا اللي يحبوا يديروا شويه تاع حار ينجموا يحطوا شويه. هنا انا ما نكثرش الفلفل ها شويه ما لازمش نكثروا ما تبغيش الفلفل بزاف هكذا هكذا نحطها فوالا. اذا نعاود دونك حطينا اللحم حطينا عليه فلفل الثوم فلفل شويه فلفل الملح وشويه تاع الزعفران. وهنا نزيد ثلاث مغرفات نتاع الزيت ولا اربع ناخذ الزيت ونحط الزيت 1-2-3 ندير حتى الربعة باش تجي شويه مقدمه فوالا هكذا فوالا. والان نمشي فوق النار ناخذ مغرفة تاع اللوح ونمشي فوق النار هكذا نشعل ناخذ هنايا باسكو راهي توجي بزاف فوالا ونقليه. في ذاك الوقت نستنى قبل نقليه قبل اللحم نخليه يتقلى شويه ونمرق ونخليه يطيب الحم نخليه يطيب نخليه هكذا ونشوف هكذا نوجد البيض باش نربح الوقت هكا
نكسر البيض باش نضربوه هنايا بيد ما اللحم راهو يطيب. نمشو حتى 6 حبات بيض، فوالا الصفار والبياض نحطهم كامل هنا قدامي، فوالا ونكسر هنا. نضربهم شويه، نحطهم بجيه باش نربح شويه الوقت. فوالا فوالا ناخذ هادو كامل نحطهم هنا. فوالا هنا وندربهم، ناخذ شوكة وندربهم هكذا. وبيد ما اللحم راه يتقلى. اما بالنسبه للخضر نتاعي راكم تشوفوا راهم جاهزين واجدين باش نضيفهم للخليط اللي راني نعمل فيه هكذا. نحط هذا منا وندير لهم ندير شويه تاع ملح هنا ثاني باش ما تجيش مسوسه. نحط شويه ملح في البيض مش بزاف، انا يدلك في اللحم. فوالا نحط شويه هنا. فوالا الان نمشي نخلط اللحم نقلبه هكذا نقليه مليح. وهذا تنجمي تحطيه في مولا غراتان كيما لينا قاعدين تشوفوه معايا اللي عنده شكل دائري شكل مربع. ولكن كيما تنجمي ديري على سموه السافارين تقدري تفرغي دون زي مولا السافارين تجيك الخبزه، تجيك الخبزه تاع المسكوتو السافارين اللي نعملو فيه المسكوتو تجي شباب بزاف. ومن بعد كي تقدميه تقدميه على اشكال دائريه، تقطعي الغراتان تاع السافارين تاعك اون غوندال ودي شباب، دي شباب بزاف. انا اليوم فضلت باش نديره في امول في قالب دائري. فوالا دروك الان نعمل له شويه نتاع الماء ونخليه يطيب. يطيب لازم نستنى حتى يطيب، كي يطيب نخلطو. هاي المرقة ما قتلهاش بزاف قسم يطيب لي اللحم هذا ماك. فوالا ونخليه هكذا نخليه حتى يطيب باش نحضر الصالغان تاعي. ها هو دونك يبدا يغلي. لا اذا الان ناخذ مول نوجدوه هنا. انا عندي مول دائري، وكان كيما كنت نحكي معكم تقدروا ديروا مولا سافارين وسي يجي شباب بزاف، تجيكم كي شغل ان غاتو كيما شغل المسكوتشو. ومن بعد كي تقدموه تقطعوه غوندل يجي شباب بزاف في الصحن اللي تقدموه. الان اللحم طاب دونك نحضروا السافارين تاعنا. نحط هذه باسكو راه سخون. فوالا نوخر هذه هنا هذه هنا وناخذ فوالا هذه فوالا هكذا
نطفي النار. فوالا راهو سخون بزاف. فوالا نحطو. نحتفظوا بشويه نتاع لاصوص باش نحطوها مع الصحن. كي نحطوه على الطاوله نحطوا شويه تاع لاصوص كاين اللي يبغي يزيد يشمخ. دونك ناخذ فقط مغرفه ونرفد اللحم نحطه هنا. شوفوا انتبهوا اللحم اللي كنت قطعته وطيبته بالتوابل. هلا نرفدوه بشويه من بعد نديروا كاح هكذا يكون في كل الأماكن. وقلت هذا الكيفية اقتصادية جدا خاطر راكم تشوفوا بشوية نتاع الحم فقط نقدر ندير نقدر نوكل وما 8 تاع الناس بين 6 و 8 تاع الناس ياكلوا لا خاطرش. هكذا نعمل شوية نتاع لاصوص ونخلي شويه اللي غادي نحطها على الطاوله. نعمل شويه تاع لاصوص اللي طاب فيها اللحم ونخليها هذه نخليها من بعد نحطها هنا ونخليها من بعد نصفيها ونحطها على الطاوله. لا من بعد نزيد الطوماطيش هي اللي نحطها تحت فوق اللحم. ها هي مشويه ومقطعه. ها هي ولذيذ جدا جدا. تقدري تزيدي له تضيفي له لكان عندك عائله كبيره ضيفي له شويه تاع الرز ابيض معاه يناسبه. نحط طبقه الاخيره تاع الفلفل جغي بارتي هكا ومن بعد نسقم بالمغرفه نسقم كامل. دونك نحط هذه هنا هنا نحطهم هنا ونكمل. ناخذ المغرفه هذه مليح تساعدني خير pour repartir bien. اذا حطيت بعد اللي حطيت طبقه نتاع الطوماطيش مشويه ومقطعه ومنقيه اذا حطيت كذلك الفلفل مشوي ثاني ومقطع. والان واش ندير نفرغ هذوك البيض اللي كنت ضربته نفرغه هكذا هكذا نحطها من هنا بعد فوالا ونسي شويه باش شويه يهبط. فوالا باش يهبط حتى لعند اللحم هكذا. فوالا شوفوا وتحطوها في الكوشه وتخلوها حتى يحمر. عندكم زوج طرق حبيتوها تقعد هكذا فقط الطيب طبعا وتحمر تدخلوها في الكوشه كيما راهي. تحبوا باش تولي سبونجيوز معناها تطلع ان بو بلوس وتولي هكذا شويه سبونجيوز كيما لي بونج ان تي بو. حطوا الصحن تاع الماء وحطوها طيبوها او بيماري. حطوا الصحن حطوا فيه الماء الكبير هكذا وتحطوها هذه تطلع وتجي ان بو سبونجيوز تجي احسن من اللي بديروها هاك. عندكم زوج طرق تحبيها تحبيها. والمرقه اللي خليناها اللي راهي باقيه ها هي هذه تصفوها وتحطوا وكي يخرج عندكم هاني طريقتين. تحبوا تحطوها فوق لكن ما يحبوش المرقه بزاف تحطوها فوق تحطوها فوق الطابله وكل واحد يسربي اللي يحب المرقه اللي ما يحبش. ولا ثاني كي تخرجوا الصحن نتاعكم السخون فرغوا عليه هذه راه يشربها الصحن تاعكم يطلع اكثر. هذا الكيفيه الاولى اللي شفناها وبعد قليل نشوفوا الكيفيه الثانيه. والان نبداو نشوفوا مع بعض الكيفيه الثانيه. هي عباره على ان انتريمي ديسير
اللي نقدموه في اخر الاكل ولا مع في السهره ولا العشيه. وهنا اختاريت لكم البطيخ موسو لو مولون موسو، وتقدري تعوضيه بالمسطيش البطيخ. تحبي ديريه ثاني بالكونتالو راه عندنا والحمد لله بلادنا غنيه بزاف في الصحراء، راه كاين الفواكه راهم يجيبوا هنا حتى من الصحراء البطيخ وهذاك الله يبارك. كل تقريبا طول العام راه عندنا بطيخ وعندنا الكونتالو. اذا نقدروا ننوعوا بدل ما نحطوه دائما على شكله اللي هو ناتوريل نقطعوه ونحطوه، تقدر الاخت بشويه بحاجه خفيفه ماشي حاجه كبيره تقدري تقدمي للعائله على هذا الشكل، هذا شكل مليح وذوق مليح. اذا نبدو بدون اطاله. تختاري البطيخ يكون صغير ولا كونتالو، راكي تشوفي ها هو كونتالو وها هو البطيخ، ها هو سي لو ميلون موسو، مي تقدري تعوضيه بهذه. دونك ها هو، حبيتي تزيدي تنقصي له اكثر نقصي له. كيفاش نقصوا له؟ دابا نغسلوا البطيخ مليح، نشفوه وبواسطه هذه نتاع لا كويغا غلاس، هذه ديري هكذا يجوك دي بتي بي هكذا على شكل دائري هكذا كيما كيما لا غلاس هكذا، يجي ديكوراتيف كي تنحي بهذا لا كويغا غلاس. بون هذا بالنسبه للبطيخ، تحطيه بجيه ها هو رانا نحيناه وحطيناه هنايا ها الوقت تفرغيه تحفريه كامل هنا كيف كيف، ديري نفس الشيء ها هو، وتحتفظي بالفوق بلي شابو تاعهم باش نديرو لو ديكور بيه. اذا واش باش تعمريه؟ ها هو باش تعمريه، اولا لي كوكي تاعك تحطيهم هنا غادي نعاودو نعمرو بهم، وتحضري انتبهي مليح هنايا 200 غرام 200 غرام تاع السكر عادي. لا عندك البطيخه كبيره لا عندك بطيخه صغيره كيما هذه 150 غرام تكفيك لارجوم. تحطي لها فرماج دو ريجيم ربع بلاكيت نتاع فرماج دو ريجيم ها هو راه هنا. وهنايا في الكيفيه نتاعها ما فيهاش كريم فريش، مي انا ضفت لها واحد الشويه نتاع لا كريم فريش بتعطيها دوق مليح. ونحطوا لها حطوا كذلك شويه تاع لافاني ها هي للذوق، ونزيدوا لها شويه تاع مازال. نعاود السكر اللي هي تقريبا 150 حتى 200 حسب الحبه اللي تختاريها، ربعه نتاع العلب نتاع لو فرماج دو ريجيم ولا بوتي سويس هاهم، وتزيدي تحبي لها عندك شويه فخير كريم فريش حطي واحد زوج ولا ثلاث مغارف تعطيها ذوق مليح. ما عندكش ديري غير الفرماج دو ريجيم، تحطي له شويه نتاع لافاني وتحطي له شويه نتاع المازال تخلطيه عاديا بلا فورشات ولا بسباتول، تخلطي كلش باش نعمروه لداخل هنا. اما بالنسبه للديكور هذا بالنسبه للشيء اللي نحطوه لداخل، بالنسبه للديكور الشيء اللي عندك في الثلاجه نتاعك. باغ اكزومبل هنا انا اختاريت شويه نتاع العلب لزوج الوان الكحل والاخضر. الى عندك برتقال حطي شويه تاع برتقال واحد فليقات تاع البرتقال، شويه هناك تشوف حبه تاع التفاح هاني قطعناها مربعات صغيره. وهنا لا عندك الشيء اللي عندك حبه تاع كيوي باش تعطيه ذاك اللون الاخضر باش ما يكونش فاد الحاجه نتاعك ما تكونش فاد. ووقت لي فريز تقدري تحطي دي فريز سي روج تحطي ثاني دي فريز. اذا هنا بدون اطاله نبداو نخدمو لو فرماج. ها هونا انا ضفت له ندير له شويه نتاع المزهر الضوء فقط، ناخذ مغرفه فقط باش جو بوغ لوفي لو غو هذا ما كان، ندير شويه ندير واحد مغرفه ها هي نتاع مزهر، ندير له شويه نتاع لافاني شويه نتاع لافاني جو بوغ نوتر هنا باش ما نوسخش. فوالا نحط له شويه لافاني ماشي بزاف هكذا فوالا هكذا فوالا. ونحط له السكر، السكر هنا عندي 200 هنا عندي هادو صغار بزاف نقص شوي ما نديرش كاع لي 200 نقص واحد 50 غرام باش ما يجيش حلو بزاف. هاني نقصت شويه خاطر عندي هادو صغار، كي تكون البطيخه كبيره 200 غرام لازم تقطعها. فوالا دروك نخلط كلش، نحط هذه هنا
ونخلط كل شيء لو فرماج. وهنا راني انا درت لداخل ثلاث مغارف نتاع لا كريم فريش خلطتها مع الفرماج. فوالا فوالا نخلط مليح، حاجه سهله بزاف. فوالا هذا هو خلاص. دروك نعمر ندير شويه نتاع لاكريم هنا في الفون اللي كنت وجدتها. ها هي هاني ندير لها شويه فوالا، ونخلي الاخر للفوق نحطو هنا. ودروك نحط نورمالمون يكونوا دي كوكي، ما درتش دي كوكي، حطينا نحط هذه نقسمها نقسمها هكذا ونعمر بها هكذا. فوالا فوالا. والان نعمر نزيد لها شويه لا كريم فريش، هذيك الفرماج مع لا كريم فريش مع السكر اللي شتوني هاني نعمر به هكذا. والديكور نشوف الديكور بكل الفواكه اللي عندك، تقدري ديري الديكور كيما حبيتي بالفواكه اللي راهم عندك. اسمحوا لي فوالا. فوالا ونخلي شويه باش نديره للعيه. الو هنا كذلك نفس الشيء، هنا ندير بالفواكه نعمرها بالفواكه بخاطر ما نحيناش كاع. فوالا ندير شويه هنا فوالا ونعمرها ونخلي غير شويه باش نديرها من الفوق. فوالا فوالا. هنا نشوف هاني هاني درت وحدي، هنا ما نزيدوش، نزيد لها هادو اللي بقاو فقط هنا. ومن بعد رانا نعملوا لها لا كريم دي غوزا سون كريم شانتيلي. وهنا لو كوبير تاعها نحطو هكذا، تحطوه ان كوردون وتحطوه هكذا باغ اكزومبل، تشوفوها على الطاوله ان شاء الله هكذا، تحطو هاك وتقبضوه بلو كوردون ونديرو له لا كريم تاعها اكسيتيرا. بسم الله راح يتسيل، نحي شويه فوالا. فوالا من بعد نخدمه. وهنا هذا اش ندير له؟ نعمل له شويه هاكا هنا، هذا ما نحيناه واش حطيناه باش نعمرو فيه هاد لي فواكه اللي عندي هكذا. نحط له شويه نتاع التفاح هكذا فوالا هكذا. ونخليه باش بعد الديكور قبل ما نحطو على الطاوله نحطو له لي كيوي ها هما ها، ونزيد له شويه تاع لا كريم من الفوق هكذا. هذه ثاني باسكو البطيخ تشوفوا اللون تاعه فاد، يفو غولفي، لازم نديرو له هادو فقط، هادو نحطهم برك بوغ لو ديكور بوغ غولفي شويه لا كولور لو فيغ باش نوسعه. ايوا هكذا. والعنب كيكون وقت ال على العنب تاني ها ندير هذا النواغ هنا هكذا. حبيبات غير باش ديري الديكور تاعك هنا نحط الاخضر ونزيد حبيبات تاني هكذا هكذا فوالا. هذا كان. ومن بعد هذه كيف كيف، شوف هذه درنا لها الشكل هذا. دوك تشوفوا على الطاوله كيفاش نزيدو نديكوروهم بلي غوزاس نتاع لا كريم شانتيلي هنا وهنا، ونديرو لكم لي شابو وتقدموهم كوم ديسير. والان نشوفوها على الطاوله حاضره
وكذلك تشوفوا كل الكيفيات اللي حضرناها مع بعض. والان رانا على طاولة التقديم ورانا نشوفوا كل الاطباق اللي حضرناها. عندنا الطبق اللي حضرناه اليوم اللي هو خبزة الفلفل او صابارين او بوافرون، طبق اقتصادي جدا وكذلك متوازن، فيه له اللحم وفيه كذلك خضر، اذا متوازن بالنسبه لكن تكلمنا على الصحه. ومعه ديسير كذلك خفيف اللي هو لو ميلون موسو او بطيخ اللي عمرناه موسو، ولا تقدري تعوضي البطيخ كذلك بالكونتالو، راكي تشوفي بطيخ وتشوفي كونتالو، ورانا عملناه بالبيب نتاعه بالداخل البيب نتاع الفاكهه هذه، اون لا ديكوري افيك اون كريم شانتيي وبعض الفواكه، ونقول لكم بالصحه.